ملعقتان كبيرتان زبدة بحرارة الغرفة، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقتان صغيرتان كزبرة مطحونة، ثلاث ملاعق كبيرة بصل مفروم ناعم، ملعقة كبيرة كبيس حار مفروم، ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض، ملعقة كبيرة زنجبيل مبروش، فروج 2 كيلو، يوزع مزيج الحشوة تحت جلد الفروج ويوضع بقية الحشوة في داخله، ملعقة كبيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، حبتان بصل وسط مقطعة دوائر، ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة، توضع في فرن محمى مسبقا على حرارة 220 درجة حوالي 90 دقيقة، يترك الفروج حوالي 15 دقيقة ليرتاح ثم يقدم.